عبادة العلي عبد الله الحيري من محافظة إد، الذي تعرضت له وذهبنا بمسيرة سلمية سلمية تماما من هنا، فكنا قادمين نحو أسكى الوزراء تماما من هنا، فإذا بنا وجدنا أناس من الفرقة كذا على ما ادعوا أنهم من الفرقة، ووجد ناس جالسين في قناصات وإحنا سيرين في المسيرة كمان، فوجدت الرصاص موجود في كل مكان. فبعد ذلك بعد ما قدمنا الورود للعسكر الذين بالفرقة الخارجين عن علي محسن، قدمنا لهم الورود وكذا، وواجهونا بالرصاص الحي يعني، فلم نجد أي شيء. أنا ما حصلت أي شيء، لا سجدت لله سجدة، وبعدها